شباب غير نصيحة، آخر فرصة عندكم لي 14 مارس باش تدفعوا، آخر فرصة. الناس اللي عندهم بيرمي ترافاي فيرمي وخا تبقى فيه غير شهر ممكن تدفع لهاد الأوفير وعندك 3 سنين. كاين الناس اللي وصلوا للإقامة الدائمة، باش تدفع الإقامة الدائمة ديالك غادي يساليك الفيرمي، خاصك بيرمي ترافاي أوفير واحد 3 سنين أخرى اللي تخليك ليغالمون في كندا بما جاتك الإقامة الدائمة. كاين بزاف الحالات، كاين بزاف الناس اللي لقاو مشاكل مع المشغل ديالهم من بعد 6 شهور ما عجبهمش الحال، بغا يبدلوا بغا يمشيو عند مشغل اخر. كاين واحد السيد الباح دو معايا، راه هو غادي حتى هو عندهم تبارك الله سان ميكانيسيان، عنده تيخلصوا هاد الشركه عندهم تيخلصوا ب 25 دولار ولقى خدمه اخرى ب 43 دولار، والشركه اللي جابته من المغرب تخدموا دابا غير يومين في السيمانه، دونك ممكن يمشي يخدم مع شركات اخرين فول تايم 43 دولار. يعني بزاف 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 لي سيناريو كاينين، خص الانسان ما يضيعش هاد الفرصه، لان القضيه ديال الزلزال راه ما عمرها ما تعاود، كونوا على يقين بان ما عمرها ما تعاود. اخر فرصه عندكم لو 14 مارس. المهم تحيه كاع الزبائن اللي متبعين معنا، وتحيه الناس اللي تقي فينا، الحمد لله حنا تنخدموا لكم الدواسه بالقلب، وكاينين دي شوز اللي ما تيتقالوش باغ تيليفون، كاينين دي ليتر اكسبليكاتيف اللي خصهم تريديجاو، كاين بزاف الامور اللي تنخدموا عليها باش الدوسي ديالك يتقبل. راه ماشي كاع الناس تقبلوا، راه كاين لي كلكو غوفو، دونك ردوا بالكم مزيان الشباب، راه ماشي باش نخلعكم، ولكن راه هذه هي الحقيقه، راه كاين دي غوفو الناس ما عرفوش يعمروا الطلبات ديالهم. هذاك لو فورميلا راه ماشي سهل.